طبعا بالنسبة لحجم السوق اللي تكلم عنه ضخم جدا، يعني تفاجأ فيه الجميع. الحجم اللوجستي، السوق اللوجستي في السعودية ما يقارب 67 مليار دولار. 2020 اللي احنا السنة اللي هذه فيها متفائلين، لازلنا متفائلين فيها بإذن الله، المتوقع أنها ترتفع بزيادة 39%، أي ما يقارب 94 مليار ريال. طيب ودراسة الـ MVP كيف سويتها؟ ايش دراك ان راح يكون في طلب على تطبيقك؟ جميل. قبل هل في طلب وما في طلب، احنا رحنا شفنا السوق، المشاكل اللي سايره في السوق، عدم التنظيم اللي ساير في السوق، العملاء يبحثون عن ايش بالضبط، النقاط البسيطه المتداوله الدائمه. معنا اعطيك اياها كمثال بسيط، الرياض الخرج الرياض، بريده، عنيزه، جده، مكه، طائف، جده. احنا بحثنا في هذا المجال في السوق، بحثنا النقص اللي ساير، طريقه الطلب، كثير يوقف في الموقف لساعات وساعات في الشمس، ممكن يحصل عميل، ممكن ما يحصل عميل، العميل هل كيف يتتبعه، الحقني، وقف إشارة، صارت لي خضراء، صارت له حمراء، وينك، اختلفنا. فاحنا درسنا مشاكل السوق أول شيء كاملة، إيش اللي ساير بالسوق، اللي هو من البداية اللي هو عدم التنظيم، الأمور الأمنية والتعاقد المباشر. بعد كذا رجعنا للعملاء، وقفنا مع حقين إيكيا كمثال، يعني نسألهم اللي يأخذون الونيتات الواقفة، اللي ما نعرف منه السائق ولا وين، هل هي بيوصلها لنا مو موصلها إلى آخره. سألناهم، تخيل لو في تطبيق زي أوبر تطلب يجيك ونيت، هل أنت مع أو ضد؟ لو بزيادة بسيطة 15-20%، قالوا بالعكس ممتاز جدا، وتوصل للبيت، توصلك للبيت، أنت تسبقهم وما عليك.